بما يعرف بألجي سونتخ بالمحلية الجزائرية هنا، أي الجزائر الوسطى. هذه المنطقة تضم الكثير من الشوارع الحيوية وأيضا المباني الحيوية. هذه المدينة أو هذه الولاية الجزائرية الهامة جدا، طبعا كونها العاصمة الجزائرية، عاصمة صنع القرار إذن في الدولة، تضم نحو 4 مليون نسمة، وبالتالي لديها نحو أو لديها بالتحديد 34 مقعدا انتخابيا في البرلمان الجزائري. طبعا خلال الساعات الماضية، خلال يوم أمس السبت تحديدا، كنا شهدنا الانتخابات البرلمانية في الجزائر. هذه الانتخابات التي يتنافس فيها عشرات الآلاف من المترشحين على 407 مقاعد في البرلمان الجزائري. هذا البرلمان كان يضم في السابق 462 مقعدا، ولكن بموجب قانون الانتخابات الجديد بات هذا المبنى خلفي، يضم فقط 407 مقاعد. السلطات تقول إنها حاولت في الفترة الأخيرة أن يكون هذا المبنى أو هذا البرلمان ممثلا للشباب والنساء والفئات المهمشة جميعا في الجزائر، لذلك فتح المجال أمام الشباب الذي لا يستطيع أن يمول نفسه، يمول حملته الانتخابية، فتح الباب أمامه لكي يرشح نفسه ويحصل على مساعدات مادية، يحصل على تكلفة من الدولة تقدر ب 1800 دولار أمريكي لكي يمول حملته، وذلك في محاولة لإدماج الشباب في هذه طبعا العملية الانتخابية، وأيضا لكي يبعد أو يبعد النظام، تبعد السلطات شبهة المال الفاسد عن الشباب. وبالفعل ترشح العديد من الشباب والعديد من القوائم المستقلة إلى جانب القوائم التابعة لأحزاب سياسية. هناك بعض الأحزاب التي قاطعت هذه الانتخابات، أحزاب يسارية بالأساس، وهناك الأحزاب التقليدية التي قامت بالمشاركة في هذه الانتخابات، ولكن يرى مراقبون أن حظوظها ستكون ضعيفة وأنها لم تفعل الكثير في الفترة الماضية للشارع الجزائري، مما سيمنع ربما الناس من التصويت لها. في المقابل هناك عدد من المرشحين المستقلين الذي تخطى لأول مرة في تاريخ الجزائر عدد المرشحين التابعين لأحزاب مختلفة. هؤلاء تنافسوا جميعا في انتخابات الأمس التي شهدت نسبة مشاركة لم تتجاوز 30% إلا بقليل، وفي هذا طبعا تكون هذه الانتخابات قد حظت بنسبة مشاركة أعلى قليلا من استفتاء تعديل الدستور والذي كان في الأول من نوفمبر الماضي. هذه الانتخابات واكبناها خلال الأيام الماضية، واكبت قناتنا تغطيتها قبل الانتخابات وحتى أمس طبعا يوم الانتخابات والآن بعد الانتخابات، ليطرح التساؤل ماذا بعد؟ هل النسبة وحدها، نسبة المشاركة، هي ما تحدد أهمية هذا البرلمان الجديد؟ الكثير من السياسيين، السلطة السياسية وأولئك الذين ترشحوا للانتخابات أو لم يترشحوا، يقولون إن هذه الانتخابات هي جزء من التغيير وليست التغيير الكامل. والسلطة الجزائرية وخاصة الرئاسة ترى أن هذا سيكون جزء من مشروع الجزائر الجديدة الذي ينادي به الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الذي جاءت به الانتخابات الجزائرية، الانتخابات الرئاسية التي كانت في ديسمبر الماضي من عام 2019، والتي كانت بعد الحراك الشعبي الذي خرج في 22 من فبراير، وكان يطالب بشكل أساسي بعدم ترشح الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة. وقد كان للحراك ما أراد، وتم استقالة بوتفليقة، وتم تنظيم انتخابات نظمتها السلطة المستقلة للانتخابات، وهي الهيئة
التي تقوم بمراقبة الانتخابات سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو غيرها. وكبنا هذه الانتخابات كما وكبنا قبل أكثر من عامين مرحلة أو فترة الحراك الشعبي والتي شهدت الكثير من التحركات، طبعا من عشرات الألاف إن لم يكن مئات الألاف، لا توجد أرقام رسمية ولكن البعض يرى أنهم كانوا مئات الألاف من الشباب الذين اعتادوا القدوم كما سترون في الكاميرا الآن، الذين اعتادوا طبعا بشكل أساسي أن يكونوا في هذه المنطقة في الجزائر الوسطى التي كما ذكرنا تضم مباني سياسية أو ذات طابع سياسي مثل المجلس الشعبي الوطني، ولكن أيضا تضم ساحة البريد المركزي الواقعة نسبيا خلف المجلس الشعبي الوطني. هذه الساحة التي خرج فيها الشباب ليطالبوا بعدم ترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، وأيضا لكي يطالبوا بنزع المال الفاسد من السلطة أو من النظام الحاكم ومن الطبقة السياسية ككل. هؤلاء خرجوا طبعا قبل عامين وظلوا يخرجون لفترة في الشوارع ويطالبون بهذه الأمور، ويطالبون طبعا بتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد والأوضاع المعيشية. جانب كبير من الشباب لمسنا أنه لم يشارك في هذه الانتخابات، لم يشارك في التصويت في الانتخابات البرلمانية كونه يعتبر أنها لن تمثل فارقا كبيرا رغم محاولات السلطة دمج الشباب، وكما قلنا قدمت لهم تسهيلات لكي يترشحوا وأيضا دعتهم للمشاركة، ولكن بالأمس قال الرئيس الجزائري إن نسبة المشاركة لا تهم. قال هذه التصريحات بعد أن أدلى بصوته في هذه الانتخابات التشريعية التي أكد طبعا على هامشها أن نسبة المشاركة ليست هي الأساس، ولكن المهم أن يخرج برلمان بكفاءات. نحن سنبقى في انتظار الحصول على نتائج هذه الانتخابات خلال الأيام القليلة المقبلة نظرا للعدد الكبير للمترشحين، فإن الموضوع سيأخذ بضعة أيام بحسب ما أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات والتي كما ذكرنا تشرف على متابعة هذه الانتخابات، ولكن حتى ذلك الحين نرصد هدوءا في الشارع الجزائري ولا يوجد حالة استنفار أو تأهب كبير لمعرفة من فاز بأي مقعد. فكما ذكرنا جانب كبير لم يشارك وإن كانت السلطات تعتبر أن نسبة 30% هي نسبة جيدة، نسبة المشاركة نتحدث عنها هنا، وأيضا بعض المراقبين والخبراء يعتبرون أن نسبة 30% هي نسبة معقولة. ومن طبع الشعب الجزائري للعلم أنه لا يشارك عموما بشكل كبير في الانتخابات رئاسية كانت أو برلمانية أو دون ذلك، لذا البعض اعتبر نسبة المشاركة غير مفاجئة. نرصد الآن في الشارع طبعا كما ترون الأمور تسير بسلاسة. كان هناك تشديدات أمنية خلال الأيام الماضية التي تلت الانتخابات، وأيضا في يوم الانتخابات تحديدا كان هناك العديد من التشديد الأمني. كان هناك نحو 100,000 عنصر أمني يقومون بتأمين الشوارع في العاصمة الجزائر وغيرها من الولايات 58 التي طبعا تضم نحو 24 مليون جزائري مخولين بالتصويت، هم يمثلون الهيئة الناخبة هنا في الجزائر، إضافة إلى نحو 1,000,000 شخص في الخارج الجزائري. أما الآن فنرى طبعا أن الشوارع أن حركة المرور بسيطة كما هي كل يوم، وأن الناس يتحركون كالعادة في الشارع، لا يوجد قوات أمن كثيرة سوى قوى الأمن الاعتيادية خاصة عند المرافق الحيوية مثل المجلس الشعبي الوطني، ولا يوجد الكثير من قوى الدرك الوطني أو هو القوى الخاصة التابعة للجيش الجزائري، وذلك طبعا لأن حالة الاستنفار قد انتهت بعد إتمام الانتخابات. كنا رصدنا خلال العامين الماضيين هذه الساحات كانت معبأة بال
محتجين الرافضين لتولي بوتفليقة فترة رئاسية خامسة، ولكن اليوم عاد الهدوء لهذه الشوارع التي كانت تشهد تجمعات للشباب بشكل خاص، ولكن حتى كبار السن والنساء وفي أحيان الأطفال الذين يرافقون أهلهم كانوا يملؤون الساحات هنا احتجاجا كل جمعة على تولي أو إعلان حينها الرئيس بوتفليقة رغبته في الترشح لولاية خامسة. ولكن اليوم تغيرت الأوضاع حسب ما يقول البعض، البعض الآخر يعتبر أن الأمور لا تزال تراوح ربما الخطوات الأولى، وفيما يدعو كثيرون إلى التروي في قراءة المشهد وانتظار انتخاب برلمان جديد وغير ذلك. يرى آخرون أن يجب أن تقوم السلطات بما هو أكثر لإقناع الشاب الجزائري، خاصة بعد أن عانى في الفترة الأخيرة من ويلات فيروس كورونا الذي ألقى بظلال ثقيلة على الشارع وأفقد البعض وظائفهم قبل أن تعود الحياة كما نراها الآن في الشارع الجزائري بعد رفع حظر التجول. طبعا لا يزال هناك حظر ولكنه في ساعات متأخرة جدا من الليل، أما في السابق فقد كان الحظر يبدأ عند 1 ظهرا، الآن باتت الأمور طبعا أخف. السلطات ترجو دائما من الناس أن يلتزموا بارتداء الكمامات وبالإجراءات الاحترازية الأخرى رغم أنها فتحت طبعا الأبواب والمنافذ البرية والبحرية والجوية خلال الأسابيع القليلة الماضية، رغبة في أن تعود الأمور إلى حالها فيما يتعلق بالاقتصاد بل وربما تصبح أفضل. الكاميرا ترصد لنا سير الحركة في الشارع الجزائري التي تبدو طبعا معتادة. اليوم يوم أحد ورغم أنه أول يوم بعد الانتخابات البرلمانية إلا أن الشارع طبعا المواطن العادي يذهب إلى عمله أو يعود من جامعته أو غير ذلك غير مهتم بشكل كبير بنتائج هذه الانتخابات التي لن يعلن عنها قبل 2 أو 3 بحسب قانون الانتخابات الجديد بحسب ما أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات التي سنبقى في مواكبة ما ستسفر عنه مؤتمراتها الصحفية المنتظرة في وقت لاحق.